السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وذكرنا في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى فتنة الدجال تقع في آخر الزمان، وهي من أعظم ما مر على البشرية من فتن في تاريخها. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. والسر في تسميته بالمسيح الدجال أنه إحدى عينيه ممسوحة، يعني لا عين فيها ولا حاجب، إحدى عينيه شق وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، فهو مسيح بمعنى ممسوح. بخلاف مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه مسيح بمعنى ماسح، لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. والدجل هو الكذب، سمي الدجال لأنه الكذاب، يغطي الحق بباطله، يغطي الحق بالكذب. وتحدث للمسلمين شدة قبيل الدجال، قحط ومجاعة قبل خروجه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظل في الماشية، إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. الدجال يدعي الربوبية، الكذبة من قبله كانوا يدعون النبوة، لكن هذا يدعي الربوبية، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطلا، حتى إن الرجل يأتيه
ظانا أنه لن يخفى عليه أمره وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه. هذا الشخص لا يتعرض للفتنة، لا يستهدف لها بنحره، لأنه لا يدري إذا واجهها هل يثبت أم تزل قدم بعد ثبوتها. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. يعني إن الله جل وعلا أمكنه من خرق بعض السنن على يديه ابتلاء للناس وفتنة ومحنة. إن السنن كما تخرق للصالحين من عباد الله تخرق للأنبياء معجزات لتكون دليلا على صدقهم في دعوى النبوة، وتخرق للصالحين كرامة لهم، تخرق لبعض الصالحين كرامة لهم، أيضا تخرق على أيدي الفسقة والدجالين والمشعوذين كما تخرق على أيدي الدجال وكما ترون من أعمال السحرة التي يموهون بها على الناس. لكن الله جل جلاله: وما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن أمر الدجال بين جدا، لأنه أعور العين، وإن الله ليس بأعور، ومهما حاول الدجال أن يخفي صفاته فلن يستطيع أن يخفي عور عينه، لأن ذلك ظاهر للعيان في وجهه يراه كل الناس. آية أخرى أيضا: مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء أكان قارئا أم غير قارئ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في الجمع بين النصوص التي تبين عيب عينيه، يعني يقول الجمع بينها كما حقق ذلك النووي رحمه الله، إن كلتا عينيه معيب، يعني واحدة ممسوحة تماما واحدة عنبة طافية لكنه يرى بها، فكلتا عينيه معيب، واحدة جانب ممسوح تماما لا عين ولا حجم، كأنه جزء مغلوق مغلق تماما هذا الجانب، الجانب الآخر عينه عنبة طافية يرى بها لكنها معيبة كذلك جاحظة، حتى ورد في بعض النصوص كأنها نخاعة في حائط مجصص، الحائط اللي هو أبيض هذا إذا بصقت بصقة عليه. هذا وصف لعين الدجال كأنها نخاعة في حائط مجصص. فيعني كلتا عينيه معيب، والله جل وعلا أراد أن يبرز هذا العيب للناس جميعا لكي يقيم الحجة عليه. لا تلتفتوا إلى شغبه، لا تلتفتوا إلى شعوذاته، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه الكافر يقرأه كل مؤمن سواء أكان كاتبا أم غير كاتب. ويحقق يعني أهل الحديث أن الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وباطله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم سواء أكان كاتبا أم كان أميا، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. من خبر الدجال الذي روى مسلم في الصحيح أنه عقيم لا يولد له، أنه عقيم لا يولد له، أيضا معلومة ثانية أنه ما جعل الله لمسخ من نسل، إذا مسخ الله أمة من الأمم فإنه لا يولد لها، ما جعل الله لمسخ من نسل. الدجال عقيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه لا يولد له. يعني صفاته الخلقية ظاهرة لا تخفى، وهي تشهد عليه بأنه كذاب
دجال مبطل يدعي أنه الرب، ولن يرى أحد من الناس ربه حتى يموت. إن الله جل وعلا لم يقدر أحدا من خلقه على أن يراه قبل يعني قبل أن يموت هذا المتطلع إلى الرؤية. لقد تطلع نبي الله موسى وهو كليم الله عز وجل الذي قال له ربه وأنا اخترتك، قال له ولتصنع على عيني، قال له واصطفيتك لنفسي. هذا التكريم الكبير جدا عندما كلم ربه ثم تطلع إلى مقام الرؤيا بعد مقام المكالمة، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونتابع بإذن الله تعالى بقية أخبار الدجال غدا بإذن الله. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه والباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.